تحية رياضية مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان والعالم. اقل من شهر على انطلاق دوري الفا للفوتبول، اقل من شهر طبعا على بداية المنافسات المثيرة دائما حصريا عبر شاشة ام تي في. نهائيين بالانتظار هالويك اند، الاول رح يجمع اليوم على ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي بجوني البرج والسلام صغارتا بنهائي كأس التحدي المنتظر بالنسبة للفريقين وبالنسبة لجمهور هالفريقين يلي كتير كتار اكيد خلف الشاشة، مثل ما هو جمهور البرج اليوم موجود بأعداد كبيرة لمواكبة فريقه بملعب جوني. ايضا بكره النهائي المنتظر بكأس النخبة بين الأنصار وطبعا فريق شباب الساحل، رح نشاهد المباراة مباشرة عبر شاشة ام تي في ابتداء من الساعة 9:30 المساء، اكيد بيسبقها استوديو التحليلي. لكن بداية اسمحوا لي رحب اليوم معنا باستوديو التحليلي بالكابتن فهد العمري. مساء الخير واهلا وسهلا فيك. مساء النور لإلك ولعائلة الام تي في ولكل المشاهدين الرياضيين اليوم. كابتن فهد اليوم رح يرافقنا بالتحليل المباراة مشاهدينا، عندنا كثير من الكلام يلي نحكيه، اكيد رح نشوف تشكيلة الفريقين بعد لحظات على الشاشة. تشكيلة يعني تشكيلة البرج رح نتعرفوا عليها، هي تشكيلة يعني جديدة بالنسبة للجمهور اللبناني، لكن الأسماء منا غريبة عنا أبدا، مثل ما هي تشكيلة السلام فيها العديد من الوجوه الجديدة. بطبيعة الحال الفريقين عندهم لقب واحد بكرة القدم اللبنانية موسم 92-93، البرج يلي عم نشوف تشكيلته حاليا على الهواء بيمثله اليوم بحراسة المرمى محمد سانتينا، بخط الدفاع وليد اسماعيل، عبد الفتاح عاشور، مصطفى سال السنغالي وحمزه عبود، امامهم ثلاث لاعبين بخط الوسط هن حسين ابراهيم الصعوق، محمد قاسم ومحمد الفعور، وثلاث مهاجمين هن حسين العوطه، ستيفن سارفو وابراهيم بوحمدان. اما على صعيد مقعد البدلاء فعنا عفيف الزرق، سميح دمج، علي كركي، محمد الدر، محمد المرقباوي، محمد ابو خليل، غسان فران، محمد جعفر، وامين حلال. الفريق الاصفر يلي بطبيعه الحال اشتاق له الجمهور اللبناني، 16 سنه غاب البرج عن دوري الاضواء، غاب عن المشهد الكبير، واحد من اعرق الفرق اللبنانيه، ومثل ما ذكرت مشاهدينا كان فاز بلقب كاس لبنان بموسم 92-93 بنهائي مشهود امامهم من اكيد بنتحدث عنه خلال التعليق على المباراه. لكن ايضا بدنا نشوف السلام يلي كان له لقب واحد بمسابقه كاس لبنان، السلام يلي قدر يفوز بمسابقه كاس لبنان موسم 2013-2014 بتغلبه على طرابلس بالمباراه النهائيه. تشكيلته اليوم بتضم بحراسه المرمى مصطفى مطر، ثلاث اربع لاعبين بخط الدفاع، ياسر عاشور من الجهه اليسرى، الى جانبه راح يكون عماد كريمي واحمد المصري على الجهه اليسرى، اضافه لربيع الهوبري، احمد المصري طبعا راح يكون على الجهه اليمنى، ربيع الهوبري لاعب الاخاء الاهلي علي السابق المدافع المغربي، جان جاك يمين، شام السقار الاردني وحمزه الخير بخط الوسط، امامه راح يكون هشام النابلسي وعدنان ملحم واني ايليا المهاجم النيجيري، على مقعد البدلاء انطوان دوهي كحارس احتياط، يحيى غفور، اكرم تراد، جورج معوض، ادمون شحادي، مايكل فينيانوس واحمد يونس. مثل ما ذكرت كابتن الفريقين التقوا ضمن المجموعه الثانيه بالدور الاول من هالمسابقه، قدر فريق البرج يفوز ولو بصعوبه بالدقيقه 86 1-0 بهدفه لسميح دمج، بالمقابل البرج ايضا رح احكي عنه قدر يتاهل بالعلامه الكامله بانتصارين، السلام من تعادله مع تضامن صور قدر يعبر من الدور الاول، طبعا مشوار الفريقين كان مختلف لكن بالنهايه عم يلتقوا بالمباراه النهائيه، والسؤال اللي بيطرح نفسه مين عنده الافضليه؟ هلا هي مباراه نهائيه بحد ذاتها بغض النظر عن طريق الوصول لاي نادي من الناديين، ممكن نادي السلام معانا بعض المشاكل الكبيره هي مرحله التحضير ومرحله تجميع اللاعبين، هيدي كل الأندية اللبنانية عادة عم بيعانوا منها كل سنة. هلا نحن قدام مشهد مباراة صحيح، يعني كابتن يعني تشكيلته كانت ناقصة السلام بمباراته أمام صحيح البرج، حتى اضطر إنه يلعب حارس مرمى بشكل إنه لعب ظهير أيمن، هلا اليوم تقريبا شبه مكتمل، إدمون شحادي موجود، هشام نابلسي موجود، اليوم ياسر عاشور موجود، يعني اليوم في تقل بتشكيلة نادي السلام. هلا استراتيجيات تاعون الناديين المدربين اللي حاطينها هي بتدلنا إنه لوين نحن بدنا نوصل، أما التكتيكات هي كيفية الوصول إلى المبتغى. إذا بتشوف نحكي تكتيكيا نحكي شوي، يلا خليني بلش بدك تبلش بالأربعة 4-2-3-1 4-2-3-1 اللي عم بيلعبها مثلا الكابتن محمد دقة مع نادي البرج، هي فيها فلكسبيليتي هجومية أكثر، بالذات أنه عنده حمزة عبود الغوطة على جهة اليمين، اثنين لاعبين مهاجمين بتثبيت جهة الشمال. خليني أشرح أكثر للجمهور يعني من كل خط قبل ما نروح لنحكي بالعموميات، عندنا بخط الوسط ثلاث لاعبين ارتكاز يعني أصحاب نزعة دفاعية، حسين إبراهيم،
محمد قاسم ومحمد الفاور، لكن الواضح انه محمد القاسم لان عنده قدره على صناعه الالعاب راح نشوفه اكثر عم بيروح للامام ليقدر يساند حسين العوطه وابراهيم بوحمده من الجهه اليمنى والجهه اليسرى وستيفن سارفو كمهاجم وحيد. صحيح. هلا انت اذا بتشوف كمان بتروح المقلب الاخر عن تشكيله نادي السلام، كمان ثلاث لاعبين شبه مدافعين، هي ثلاث لاعبين ارتكاز، بس هون المهم شيء وهون المهم شيء حسب توظيف اللاعبين مختلفه تماما. يمكن مع نادي السلام يمكن لحمايه الظاهرين اكثر، حمايه خط الدفاع. خلينا نخلص برج، يعني حلو كثير الكلام عن السلام انه كمان في مروني بتشكيلته، خلينا نخلص الكلام عن البرج. البرج تشكيله البرج فيها مروني هجوميه اكثر من حيث اعتماد ظهير يطلع مهاجم وحمزه عبود، وخصوصا انه موجود ادموش حادي على مقاعد ابو على مقاعد الاحتياط، يعني بيقدر في وسط الملعب، في وسط الملعب في عندك حسين ابراهيم وفي عندك هني كميه جري كثيره بوسط الملعب بوسط الملعب، بس هون كفيد الصعود بالكره، كثير بصوره من الخلف الى الامام، هون ممكن يعاني منها نوعا ما نادي البرج. نشوف اليوم كرات طويله اكثر، المروني موجوده عند السلام، يعني اليوم لما نطلع في ثلاث لاعبين، حمزه الخير بالمناسبه تعودنا نشوفه بقلب الدفاع عم يكون موجود كلاعب ارتكاز الى جانب جون جاك يمين وهشام سكر، لكن المروني موجود وين؟ رح خلينا نوضح للمشاهدين بهشام النابلسي، هشام النابلسي اللي هو هي هلا هي مواكب للمهاجمين، هي مواكب للهجمين، ببلش من جهه الشمال بس ينتقل لسير خلف المهاجم، لاعب وسط رابع تنتقل ل 4 3 1 2، هيدي هي المروني الموجود فيها بتثبيت اربع مدافعين. اليوم ما بيقدر نادي السلام يطلع ظهير لانه بحكم تجميع الفريق يعني كان متاخر نوعا ما، اللياقه البدنيه اسا نحن هلا نحن قبل بشهر من بدايه البطوله، يمكن يكون اللياقه البدنيه عند الفريقين بمستوى 60-70% وهذا الشيء كثير منيح. بس اكثر لنوضح اكثر النقطه كابتن، يعني هشام النابلسي اليوم عنده دور مزدوج، هو اللاعب الاكثر مطلوب منه يعمل جهد على ارض الملعب لانه فارق. عنده دور دفاعي وعنده دور هجومي. هلا ممكن الدور الدفاعي عنده هو ما يجيده كثير على لعب الخط، على الخط ما يقدر يدافع لانه هو بالاصل هو لاعب محوري، هو بيقدر بس هو مطلوب منه الشغل على الخط الى جانب شغله خلف المهاجم. هون بتتعقد مهمته كثير، هون بتتعقد مهمته، يمكن ياثر نوعا ما بجهه الهجوميه اذا بده يلتزم، بالذات اذا حمدي عبود كان عم بيواكب الهجوم. طيب اذا قلنا البرج راح يهاجم بظهير واحد لانه راح يكون مرتاح، بيقدر يحمي ظهره بشكل منيح بانه موجود ادموش حادي على مقاعد البدلاء، مع هالصوره يعني لجمهور البرج يلي بدا يزيد اعداده اكثر واكثر بمدرجه، منه غريب طبعا على جمهور البرج، واحد من الانديه الجماهيريه الرائعه جدا بكره القدم اللبنانيه. خليني اكمل من مشكله ممكن يعاني من السلام، هو وجود ابراهيم بوحمدان، حسين العوطه وستيفن سارفو بخط الهجوم عند البرج. ليه؟ خليني اشرح للمشاهدين، لانه بكل بساطه اليوم هاللاعبين الثلاثه بيعتمدوا على السرعه. اليوم الى اي مدى كابتن وجود حمزه الخير، شامل سكر، جون جاك يمين هو خط دفاع اول اساسي لتكسير الهجمات البرجيه؟ خلينا نتفق على قاعده نوعا ما، اللاعب السريع لا يستطيع ان يلعب كره سريعه، الكره السريعه تلعب من العقل السريع. هلا ممكن بيكون بالمقابل انا عم بحكي بالارتداد بالهجمات المرتده بالمدافعين، يمكن يكون السلام باربع مدافعين ثابتين قدام ثلاث لاعبين ارتكاز لحمايه الظهير، هو عارف الكابتن سكر وين المشكله عنده، وممكن هو متفقه له. هلا كميه الصمود، كميه تفاعل هدول اللاعبين مع هالتكتيك هيدا، هون يعود الى المباراه وقراءه المدرب للمباراه كيف بده يتعامل معه. بس فينا والاضافه اللي بدها تصير اليوم ممكن محمد قاسم هو يعمل فرق بنص الملعب. طيب لانه هو الامهر ما بين اللاعبين، هيدا اللي اللاعبين ممكن هلا اللاعبين اللي بده يواكب بالنادي السلام نفس الشيء، عندك محمد شامل سكر البوكس تو بوكس عنده القدره لزياده العدد الهجومي، سجل هدفين، سجل اجره شمال انيقه بده يلعب باص صحيح، استلام وتسليم عالي، ممكن هو يكون اضافي بنص الملعب اليوم. بالوقت يلي عم يدخل الفريقين مثل ما عم نشوف الى ارض الملعب على راسهم اجهزه تحكيمي، المباراه اليوم راح يقودها الحكم حسين ابو يحيى بعونه ربيع ميراتي، هشام انصو، اما محمد زعتر فهو الحكم الرابع راح يكون. كابتن يعني الامر الواضح انه بانتظارنا مباراه ممتعه، محمد الدقه تعودنا انه بحب الضغط، شكله بحاله ترقب، يعني قبل المباراه سالته راح نشوف اسلوب محمد الدقه نفسه، رفض يجاوب عن السؤال، قال بحسب ظروف المباراه. ايضا كابتن نهاد سكر مدرب السلام صغرتا قال بحسب ظروف المباراه بعرف كيف حرك لاعبيني على ارض الملعب. صحيح. يعني من المباراه الاولى ما لمسوا كثير المدربين. صحيح. ممكن نشوف اليوم محمد يعتمد اكثر على الضغط الامامي، كرات على على الخط الاول او الخط الثاني، ممكن على الخط الاول، ليش؟ هو عارف انه مثلا قلبي الدفاع تاعون السلام المغربي ربيع الهواري وعماد كريمي، عماد كريمي اكسبيرينس شوي ضعيف لاول مره بيلعب، بس ربيع عنده خبره كثير كبيره، بيقدر يطلع طابه من ورا، بيقدر يطلع طابه بس عنده مشكله بظهره بطيء بالارتداد.
ممكن يستغل هذا الظرف. لقطة جديدة لجمهور البرج، هاللوحة الجماهيرية الرائعة، يعني الاحتفالات بدأت مبكرة بالنسبة لجمهور البرج المؤمن بشكل كبير طبعا بقدرة فريقه على خطف لقب بعد طول الانتظار. صحيح البطولة تنشيطية لكن كابتن إلها أهمية معنوية كتير كبيرة معنوية بالنسبة للفريقين قبل حدا من المدربين قبل انطلاق الدوري ولأي حدا من النادي. كتير مهم لنادي البرج يرجع على سكة الانتصارات ويفوق بمعنويات كتير عالية على الدوري. كمان السلام ممكن كتير لإله حافز لتجميع فريقه ورد نجومه السابقين اللي عنده على البيت صغرتاوي أكتر ويعملوا فريق مرتب مثل ما عدنان كل سنة. لافت وجود وجوه شابة على مقعد البدلاء عند الفريقين، عندنا غسان فران مواليد 2003 الصانع الألعاب يلي بيلعب مع البرج 16 سنة فقط، بالمقابل عندنا مايكل فينيانوس لاعب أثبت نفسه عنده تمريرتين حسنتين كابتن بكأس التحدي من مواليد عام 2002 بيبلغ من العمر 17 سنة. شيء كتير حلو، هاي مشكلة كتير كبيرة بتعاني منها الأندية اللبنية. الأندية اللبنية احنا بنشتغل بس 8 شهور، مطلوب نشتغل 12 شهر، وتيجي للتحضير انت ما بتلاقي 10 لاعبين جماعه وتجيبن على المباريات، وهذا الشيء يعني عيب انه كل سنه تعاني منها الانديه اللبنانيه. مطلوب يعملوا استراتيجيه معينه انه يكون في 18 او 20 لاعب ثابتين على مدار السنه ومنن هدول الاعمار تقدرن يلعبوا. وهون كابتن تحيه اكيد للاتحاد اللبناني لكره القدم واللجنه التنفيذيه اللي بيرأسها سيد هاشم حيدر على القرار يلي اتخذته هالموسم. قرار جريء، قرار جريء الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. تنشر للمشاهدين القرار مشان المنتخبات الوطنيه، تنشر على المشاهدين القرار، يعني مطلوب من الانديه تشارك عدد من اللاعبين من عمر 22 وما دون لفترات معينه، والا رح يكون في حسم لنقاط باخر الموسم. هيدي نقطه كثير مهمه ما يخدم منتخب الاولمبي ومنتخب الشباب. نحن شفنا بالآونة الأخيرة منتخب الأولمبي نتائجه كثير ضعيفة لعدم مشاركة 90% من اللاعبين هني أساسيين بالدوري. للأسف منتخب الشباب أيضا كان عم يتلقى خسارة بمباراته الثانية أمام أرمينيا بنتيجة 0-5. على كل حال مشاهدينا، يعني ثواني قليلة وبينطلق الشوط الأول من نهائي كأس التحدي بين البرج والسلام صغرتا مباشرة ودائما وحصريا عبر شاشة MTV. رح تقدروا تتابعوا هالمباراة الجميلة جدا. بدي أذكركم أنه بكرة 9:30 المساء الموعد الكبير من ملعب مدينة كمية شمعون الرياضية ومباراة الأنصار وشباب الساحل بنهائي كأس النخبة. حكام المباراة طبعا عم يتأكدوا من سلامة الشباك. الفريقين أصبحوا موجودين على أرض الملعب، الكل جاهز بالمدرجات. كابتن فادي أكيد رح نلتقى نحن وياك بين شوطي اللقاء، رح تسجل النوتس، رح نكون عم نحكي عنها أكثر وأكثر أكيد. هلا الوقت رح ننتقل عند زميلي فارس كرم قبل ما شاركوا التعليق على اللقاء، على أمل مشاهدينا أن تستمتعوا بأول 45 دقيقة من المباراة. تفضل فارس. مساء الخير لكل مشاهدي الام تي في، نحن وياكم اشتقنا لفريق البرج، فريق البرج اللي عم بيرجع لمصاف أندية الدرجة الأولى، وهذا مكانه الطبيعي بعد غياب عن الدرجة الأولى من موسم 2002-2003 وقت احتل مركز 11 ما قبل الأخير بالدوري وسقط مع فريق لخاء الأهلي عليه. من وقتها فريق البرج عم بحضر حاله، وحاليا من الفرق يلي رح يكون إلى شأن كتير كبير بدوري الدرجة الأولى لهالموسم. فريق السلام صغرتا فريق بغنى عن التعريف، كمان عم بحضر حاله لانطلاق الدوري من خلال الكأس التحدي يلي بتحمل رقم 7. مين رح يفوز بهاللقب؟ علما انه السلام وصل للنهائي مرة واحدة وكان عم بيواجه فريق الراسينج، تحديدا ب 20 أيلول 2016 وقت الراسينج ربح بنتيجة 5-1. يعني تشكيلتين مختلفين ولاعبين رح تتعرفوا عليهم لأول مرة، خاصة من فريق البرج يلي نفض تيابه مثل ما بقول وغير الفريق بكامله. الفريق اللي كان عم بيلعب بالدرجة الثانية بيعرف كتير منيح انه ليكون موجود بالأولى ويقدر يبقى وينافس على المراكز المتقدمة بده يستقدم لاعبين، وهذا الشيء اللي صار.